بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو علاج الوسواس القهري المرضي في 3 خطوات. فسأبين إن شاء الله في هذه الحلقة كيفية تشخيص وعلاج الوسواس القهري المرضي عن طريق تفكر في آيات القرآن الكريم، وعن طريق الاستفادة من علم الله عز وجل في القرآن. فالخطوة الأولى معرفة ما هو الوسواس القهري المرضي وما هي أعراضه. الوسواس القهري المرضي يعتقد بأنه مرض نفسي، وأهم أعراضه بأن الإنسان يسمع أفكار في عقله تتسبب له بالألم النفسي. وقام عالم نفس بريطاني يسمى أوبري لويس بدراسة لمرضاه، وسألهم عن أن يصنفوا له الأفكار التي تسبب لهم بالتعب النفسي والألم. فقالوا له بأن أول فئة من الأفكار السبب لنا بالتعب النفسي والألم هي أفكار السوء، يعني أسمع أفكار في عقلي أني آذي نفسي وآذي غيري. وثاني فئة من الأفكار هي أفكار الفاحشة، أنه يسمع أفكار بذيئة في عقله تسبب له بالتعب النفسي. وثالث نوعين من الأفكار هي أفكار الإساءة للقيم الدينية. فهذه يعني هذه مقدمة سريعة عن ما هو الوسواس القهري المرضي وما هي أعراضه. الآن الخطوة الثانية في العلاج معرفة المسبب للوسواس القهري المرضي، ما هو سبب هذا الوسواس. الآن لمعرفة المسبب للوسواس القهري المرضي ما علينا إلا أن نتفكر في آيات القرآن الكريم. فإذا تفكرنا في الآية رقم 168 سورة البقرة، فيها يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهنا الله عز وجل يحذرنا من الشيطان ويقول لنا بأنه عدو مبين. لأن إذا أكملنا الآية التي تليها في سورة البقرة أيضا 169، الله عز وجل يقول: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. فإذا هنا الله عز وجل يعلمنا بأن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء والقول على الله بما لا يعلم الإنسان. فهذه أعراض تأثير الشيطان على الإنسان. فإذا قمنا بمقارنة كما ترون على كرة الشاشة بين أعراض الوسواس القهري وأعراض تأثير الشيطان على الإنسان، نجد تطابق بين الاثنين. فأعراض الوسواس القهري المرضي هو السوء، الفحشاء، والإساءة للقيم الدينية. وأعراض تأثير الشيطان على الإنسان السوء والفحشاء والإساءة للقيم الدينية. فنجد تطابق 100% بين أعراض الوسواس القهري وبين الأعراض تأثير شطار الإنسان، كما يخبرنا بذلك المولى في القرآن الكريم. إذا نتعلم من القرآن الكريم أن المسبب الوحيد للوسواس القهري هو الشيطان، وأن الوسواس القهري هو ليس بمرض ولكن ناتج عن وسوسة الشيطان. الآن كيف نفهم بأن الشيطان هو المسبب للوسواس القهري؟ لمعرفة الإجابة يجب علينا معرفة كيف يؤثر الشيطان على كل إنسان فينا، وهذا نتعلمه أيضا من القرآن الكريم، من التفكر في سورة الناس آية رقم 4 في قول الحق: من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. هنا يخبرنا المولى عز وجل بأن الشيطان هو وسواس، أي يتحدث إليك، يعني يخبر الله عز وجل بأن قرين أو شيطان كل واحد فينا يتحدث إلينا، ولكنه في ذات الوقت خناس. خناس يعني مستتر ومتخفي، أي يتخفى منك، أي لا يشعرك بوجوده. فالسؤال الآن كيف يستطيع شيطان كل واحد منا، وكل إنسان له قرين، له شيطان ملازم له، لا يوجد إنسان معصوم من هذا الأمر، كيف يستطيع هذا الشيطان أن يوسوس لنا وفي ذات الوقت لا يشعرنا بوجوده؟ الطريقة الوحيدة للشيطان اللي يقوم بذلك هو التالي. الآن لمعرفة هذه الطريقة يجب علينا أن ندرك بأن لكل إنسان فينا صوت نفس. ما هو صوت النفس؟ الصوت الذي تنطق به هو صوت نفسك، وهو ذات الصوت الذي تسمعه في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء. يعني عندما تفكر مع نفسك بهدوء بدون نطق بالقول، تسمع ذات الصوت الذي تنطق به في عقلك، هذا صوت النفس. فالشيطانك الذي يقوم به من يقوم بمطابقة صوته من حيث النبرة ومن حيث اللغة، يعني يقوم بمطابقة صوته مطابقة كلية للصوت اللي تسمع في عقلك. فعندما تسمع فكرة في عقلك تعتقد نفسك تحدثك بها لأن الصوت مطابق صوت النفس، ولكنها في حقيقة الأمر من قرينك. إذن مرة أخرى، الشيطان الذي يقوم به يقوم بمطابقة صوته من حيث النبرة، من حيث اللغات اللي تعرفها، مع صوت نفسك. ف
فيسمعك أفكار في عقلك فيها السوء، فيها فحشاء، فيها قول الله بما يعلم الإنسان إساءة لله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، تعتقد لأن الصوت مطابق صوت النفس بأن نفسك تحثك بهذه الأمور، ولكن في حقيقة الأمر من قرينك. إذا الآن الخطوة الثانية في علاج الوسواس القهري، فهمنا ما هو المسبب للوسواس القهري. الآن كيفية العلاج، الخطوة الثالثة هي علاج الوسواس القهري. نستطيع تعلم العلاج إخواني إخواتي من آيتين في القرآن الكريم. الآية الأولى في سورة الأعراف آية رقم 200 يقول الحق جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وإما ينزغنك شيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهنا الله جل يخبرنا بأنه إذا سمع الإنسان فكرة من الشيطان وسواس الشيطان، يعني خطط الإنسان فكرة في عقله بصوت مطابق صوت النفس من قرينه من شيطانه، فيها سوء، فيها فحشاء، فيها قول الله بما يعلم الإنسان، ليقوم بالإنسان يستعذ بالله. معنى الاستعاذ بالله أن يقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم، معناها بأن يتذكر الإنسان هذا الهدى الذي يسمعه، يعني يتذكر الإنسان بأن الفكرة التي أتته الآن هي ليست من نفسه ولكن من قرينه، وأن الله لن يحاسب عليها ولكن يحاسب فيما إذا صدقها وعمل بها أم لا. هذه أول خطوة في علاج الوسواس القهري. الخطوة الثانية نتعلمها من قول الحق في سورة البقرة آية رقم 168 بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالخطوة الثانية هي عدم اتباع خطوات الشيطان. ما معنى ذلك؟ بأنه عندما تسمع فكرة في عقلك يقول لك الشيطان بأن تؤذي نفسك على سبيل المثال، لا تصدقها ولا تنفذها، يعني جاهد الشيطان ولا تنفذ أو ما يقول لك به ولا تصدق أفكاره. إذن العلاج سهل جدا، أول شيء اعرف مصدر الفكرة، ثانيا لا تصدقها ولا تعمل بها. الآن أضرب مثال سريع على كيفية تطبيق كل ما ذكرت. مثلا نأخذ مثال إنسان له عقدة من النجاسة، يعني إنسان عندما يغتسل يريد أن يخرج من مكان الاغتسال تأتي فكرة في عقله تقول له بأنه نجس، أنه تقول له بأن يرجع ويعيد الاغتسال أكثر من مرة. طبعا كيف هذا وسواس قهري؟ يعني كيف علاجه بالذي قلته؟ أولا يعني يدرك هذا الشخص أن الفكرة التي أتت في عقله بصوت مطابق صوت النفس هي ليست من نفسه ولكن من قرينه ومن شيطانه، وأن هذا الشيطان يريد له الألم وضاعة الوقت وأن يصبح عنده مشاكل جلدية وما إلى ذلك. ثانيا ولا تتبع خطوات الشيطان، أي أن لا يرجع هذا الشخص ويعيد الخسال مرارا وتكرارا، أن لا يعيد هذا الذي يقول له الشيطان به. هذا هو العلاج، أن يدرك مصدر الفكرة وينفذها. لاحظ إخواني إخواتي تفوق القرآن الكريم. وجدير بالذكر بأن الآن للناس لوقتنا الحالي عجزوا عن إيجاد التشخيص والعلاج للوسواس القهري، ولكن نجد في هذه الحلقة كيف أن الله عز وجل بهدى في القرآن الكريم أعطانا العلاج والتشخيص للوسواس القهري. نلاحظ تفوق القرآن الكريم وعلم الله فيه على معارف البشر، ونلاحظ أيضا رحمة الله عز وجل بالناس، ولكن لأن غالبية الناس هجروا القرآن الكريم يجد أنفسهم في الألم والحسرة يجد أنفسهم فيها. ولمعرفة التفاصيل أكثر هذا الموضوع رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zedquran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.